كوتش، كيفاش كتشوف الحضور ديال المنتخب الوطني المغربي في التواجد ديالو في مجموعة قوية كتكون كل الأرجنتين أوكرانيا والمنتخب العراقي؟ هو أكيد لأن كيف ما ذكرتوا هي مجموعة قوية، لكن جميع المجموعات راهم قوية حتى كتوصل لهاد الصدى هذا من لا كومبيتيسيون. فأي مجموعة كنا نتحقوا فيها كانت تكون مجموعة قوية، علينا احنا أننا نواجهوا هذه الصعوبات واننا ننتصروا في المقابله ديالنا، وانتصارنا ما تتعطاش، نعرفوا من الان بان الا بغينا ناخذوا شي انتصار راه حنا نحققوا نتيجه اللي كتشرف الجميع، وهذا هو الاوبجيكتيف ديالنا. خصنا ننتزعوا ذاك الانتصار، انتصار ما عمرو تتعطى. بالنسبه للمجموعه كنهضر على انها حنا خص تعرف بانها كيفما اذا مشات الامور في الماضي تعرف بانها في النسخ اللي فاتوا بجوج المنتخب ديال اقل من 23 سنه في الاولمبياد ما تاهلش. من قبل النسخه الثالثه اللي كانت مقبل كان خروج من الدور الاول. اما لاننا بواحد الطريقه عقلانيه لا قدرنا، او الهدف الاول هو اننا بعدا ندوزوا الدور الموالي، ومن بعد ديك الساعه جميع الامور وجميع البيبان كتحل، وديك الساعه حق مشروط اننا نتبعوا الحلم ديالنا. هاد الحلم هذا كان في العليا لان حلم ديال الجميع، حنا كصافيين لاعبين جمهور الناس ديال الجامعه والصحابه، حنا واحد غادي نتبعو هاد الحلم ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم للتشريف والمنتخب الوطني وغير الوطني.